فضيلة الشيخ، أحد الذين أرسلوا إلينا قال: قمت بالغسل فخالط الماء الذي أغتسل به أجزاء من الصابون، هل يفسد ذلك الصابون الماء فلا يصلح بعد ذلك للطهارة؟ الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والعطور، إن غلب المخالط بحيث لا يطلق عليه اسم الماء المطلق لا يجوز التطهر به، أما إن كان خفيفا جاز التطهر به. روى الخمسة أي أحمد وأصحاب السنن الأربعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في غسل ابنته زينب عند الوفاة أن يكون بماء وسدر، وهو ورق النبق، وكافور. وروى أحمد والنسائي وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين. وبالله التوفيق. يعني يكون الماء أغلب من الشيء المضاف إليه. نعم.